من بيروت إيمان طرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى. سيدة طرابلسي، كصليب أحمر كيف ترقبون عملية تبادل الأسرى حتى الآن؟ ما يحصل اليوم وما نقله إلينا زملائنا ميدانيا موجودين في كل من مطاري عدن وصنعاء هو بالفعل أجواء افتتاحية احتفالية عفوا، حتى أن أحد الزملاء أشار لي إلى ما يشاهده قائلا أنه عيد قبل العيد. اليوم كما ذكرتم سابقا من المنتظر وانطلاقا من اليوم وخلال الأيام المقبلة أن يلتئم شمل مئات العائلات في اليمن، ما يقارب حوالي 900 سجين سابق سوف يتمكنون من العودة إلى عائلاتهم وتمضية ما تبقى من شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى وعيد العفو وعيد الفطر المبارك مع عائلاتهم بعد سنوات من الفراق. المشاهد التي ينقلها إلينا زملائنا هي بالفعل يعني تثير الفرحة، وحتى أنه أحد الزملاء أشار إلى ما رآه في كل المطارين قائلا أنه بالفعل الأجواء تشبه أجواء احتفالية. سيدة طرابلسي، كما ذكرنا في الاستعراض قبل قليل، كان هناك دائما خلافات على الأسرى وأسمائهم وقوائمهم. ما هي المعايير أنتم في الصليب الأحمر التي تجدونها تحدد من هو الأسير الذي يجب إطلاق سراحه مثلا، ومن يحدد هذه المعايير أصلا؟ بالطبع هو دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو أن يشرف على أن هذه العمليات تتم بالتطابق مع ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يظل القانون الدولي الإنساني هو المعيار الأساسي والرئيسي الذي يجب على كل الأطراف الالتزام به. ما رأيناه خلال هذه الأيام ومنذ الشهر الفارط كما ذكرتم حضرتكم، ما يحصل اليوم هو على خلفية اجتماعات صارت خلال الشهر الفارط ببيرن في سويسرا بين أطراف النزاع في اليمن، الأطراف المخالطة في النزاع، وترأس هذه النقاشات وهذه الاجتماعات كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمكتب الخاص للمبعوث الأممي لليمن. وبالتالي نحن نرى ومنذ نهاية هذه المحادثات أشرنا بأن نتائج هذه المحادثات هي بالفعل تعد نقطة إيجابية جدا، خطوة إلى الأمام، ونحن نرى في هذا كذلك بادرة أمل فيما يخص الفترات المقبلة، حتى أنه سبق وأن أعلننا عن أن جزء من ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات هو اجتماعات ومحادثات خلال الفترات المقبلة خلال شهر 5. نعم. ونحن نتمنى أن تكون هذه فاتحة وبادرة. نعم. يمنيون كثيرون يتمنون ذلك، ويتمنون أيضا أن تترافق هذه الخطوة مع سياق سياسي يصل إلى حل ما للأزمة المستدامة في اليمن. سيدة طرابلسي، أنتم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هل عندكم تقديرات بشأن الأعداد الكلية للأسرى والمختفين من الجانبين؟ للأسف ليست لدي في الوقت الحالي هذا النوع من التقديرات الذي تطلبونها، ولكن أريد أن أثير وكما ذكرت وكما قلته قلت بشكل يعني يلخص الوضع، الأزمة التي يمر بها اليمنيون حلها هو حل الأزمة في اليمن والنزاع القائم، وبالتالي هذا لا يحصل إلا بوجود خطوات أساسية خطوات سياسية إيجابية. نحن نرى أن ما نقدر أن ما يحصل اليوم هو بالفعل بادرة إيجابية جدا تضع بوادر أمل بالنسبة إلى التطورات الإيجابية التي من المرجح أن تحصل خلال الفترات المقبلة. ودعنا فقط نركز على الحيز الإنساني والجانب الإنساني من بين هذه التي تنجر عن هذه العمليات. نحن نتحدث عن عائلات لم ترى أبنائها أزواجها أو أباءها لسنوات من الفراق. اليوم من بين الرسائل التي سمعتها والتي نقلت من مطارات مقاعات الانتظار في مطارات عدن وصنعاء
أبناء يتحدثون لأول مرة منذ سنوات إلى والداتهم، أو آباء يتحدثون نعم عبر الهاتف لأول مرة مع أبنائهم، وبعدها رأينا مشاهد لعائلات يلتئم تملها بعد سنوات. يعني الوضع هو وضع يثير مشاعر الفرح بالطبع، نعم ولكنه بالأساس يبعث بوادر الأمل بالنسبة لمئات من العائلات التي تتأثر من هذا الوضع. تنتظر أبنائها. شكرا جزيلا. إيمان طرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى.